لو انت محتار بين الكليات ومش عارف تدخل كلية ايه وايه المناسب ليك، لو انت عايز تدخل كلية تربية ومش عارف ازاي، او عايز تدخلها بس مش عايز تشتغل مدرس، ما تقلقش، كلية تربية بتأهلك لأكتر من وظيفة مختلفة ومطلوبة. لو عايز تعرف إجابة الأسئلة دي وأكتر، فمعانا في أفضل فيديو تعريفي عن كل حاجة عن كلية التربية. دكتور من فضلك، في حاجات كتيرة قوي عايز أعرفها عن كلية التربية. في الحوار اللي بيننا هسمع كل أسئلتك وأقدر أعرفك كل حاجة عن تنسيق الكلية وأقسامها ونظام الدراسة ومجالات العمل. ممكن أعرف إيه هو نظام التنسيق لكلية؟ كلية التربية بتنقسم تبعا للتنسيق لعام وأساسي وطفولة. بالنسبة لتربية عام، فهي تؤهلك انك تكون مدرس لمرحلة التعليم الاعدادي والثانوي. اما بالنسبة لتربية اساسي، فهي تؤهلك انك تكون مدرس لمرحلة التعليم الاساسي يعني الابتدائي. وبالنسبة لتربية طفولة، فهي للبنات فقط، يعني بتكون مدرسة لمرحلة الروضة او الحضانة. يعني انت لو ولد ليك ما بين قسمين عام واساسي، ولو بنت فليك الثلاث اقسام عام واساسي وطفولة. أكيد عايزة تعرفي الكلية بتقبل من مجموع كام في الثانوية العامة. بالنسبة لتنسيق السنة اللي فاتت، كانت التربية عام بتقبل من 90% علمي و 92% أدبي. ودايما على فكرة، كلية التربية بتقبل في الأدبي مجموع أكتر من العلمي، لكن المتوقع طبعا لتنسيق دفعة التابلت 2021 إن الكلية تقبل بمجموع أقل بكتير عن السنة اللي فاتت، يعني ممكن تقل من 10-15%. وانا اتقبلت في التنسيق ووصلتني رسالة: اهلا بك، لقد تم التحقق في كلية التربية، اعمل ايه وايه هي اقسامها؟ لو انت اتقبلتي وعرفتي قسمك سواء كان عام او اساسي او طفولة، بعد كده هتروحي باستمارة الترشيح بتاعتك للكلية، والكلية هتحدد لك ميعاد للكشف الطبي. وده بسيط، بس انا شايفة ضروري طبعا عشان يطمنوا على صحتنا النفسية والبدنية، وخصوصا بعد مرحلة الثانوية العامة وتعبها. وكمان الكلية هتحدد لك ميعاد للمقابلة الشخصية. مقابلة شخصية؟ انترفيو؟ وده صعب ولا سهل؟ لا لا ما تقلقيش، دي بتكون بسيطة، وهي عبارة عن 2 من اعضاء هيئة التدريس او اكتر، وممكن يسألوك شوية اسئلة بسيطة زي: دخلت الكلية ليه؟ وعايز قسم ايه؟ ونفسك تحقق ايه؟ لكن في اوقات كمان ممكن يسألوك شوية أسئلة عامة عن كل حاجة. إيه ده؟ يعني أذاكر لها ولا إيه؟ لا مش محتاجة مذاكرة ولا حاجة، كل الفكرة إن اللجنة عايزة تشوف طريقتك في الكلام، عشان أنت المفروض هتتخرج إيه؟ مدرس، تمام؟ والمدرس لازم يكون خالي إلى حد ما من مشاكل النطق واللدغات، وثقته في نفسه بتكون قوية. زكريا الدرديري مدرس وظيفة التعليم. إيه؟ زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. طب انا عايزه اعرف دلوقتي اختار اي قسم وازاي. كليه التربيه عباره عن 3 كليات في بعض: اداب وعلوم واقسام تربيه. بين الاقسام التربيه العام، لو كنت ادبي فانت لك حريه الاختيار ما بين اقسام علم النفس والاجتماع والجغرافيا والفلسفه والتاريخ. لكن لو كنت علمي، فلو كنت علمي علوم فليك انك تدخل اقسام زي بيولوجي او كيمياء، ولو كنت علمي رياضه فليك انك تدخل اقسام زي فيزياء وكيمياء ورياضه. أقسام تنفع للعلم والأدبي مع بعض، اللي هي أقسام اللغات، ودي لها شوية شروط هنقولها كمان شوية، اللي هي زي أقسام العربي والإنجليزي والفرنسي. بالنسبة لتربية أساسي، فلو كنت أدبي فتقدر تدخل ما بين قسم دراسات اجتماعية أو لغة عربية، ولو كنت علمي فتكون علمي علوم أو علم رياضة، يعني مدرس علوم أو مدرس رياضة. وبرضو في أقسام مشتركة ما بين الأدبي والعلم، وهي قسم اللغة الإنجليزية، وطبعا ليها شروط. طب وتربية طفولة؟ تربية طفولة للبنات فقط زي ما قلتلك. لو انت مهتمة بالأشغال اليدوية والمهارات والقص واللزق أو الموسيقى، وحابة تدرسي كل حاجة عن تنمية وتربية الأطفال، فهو ده المكان المناسب ليكي. يعني مثلا هتتعلمي ازاي تقولي المعلومات والأفكار في شكل قصص وتسرديها للأطفال، والدراسة في القسم ده بتكون عملية ومهارية أكتر منها نظرية. طب ايه هي شروط الالتحاق بالاقسام دي؟ بالنسبه للاقسام العلميه او الادبيه، يفضل تكون ماده التخصص حاصله على درجه كويسه، يعني ما يقلش عن 80% من درجه الماده. لكن بالنسبه لاقسام اللغات، فدي اولا لازم تعدي من اختبار تحريري، ومش بيكون سهل بصراحه، والقسم هو اللي بيحدد وقت التقديم للاختبار. كمان قسم اللغه الفرنسيه بيشترط انك تكون خريج المدارس الفرنساوي. وفي كمان الاقسام الخاصه، ودي بتؤهلك انك تدرس الماده العلميه باللغه الانجليزيه، يعني مدرس بيولوجي او ماث
ودي طبعا الدراسة فيها بتكون باللغة الإنجليزية، وكمان بتكون مصروفات أزيد شوية عن الأقسام العادية. في كمان في كلية التربية جامعة اسكندرية أقسام زي التربية الخاصة والتعليم المفتوح. خلاص تمام، إيه هو نظام الدراسة في الكلية؟ الدراسة بتكون نظام الترمين، ترم أول وترم تاني، بندرس حوالي من 8 ل 11 مادة في الترم الواحد. ما تتخضيش، دي بتكون شاملة مواد التخصص والمواد التربوية اللي بتأهلك إنك تكون مدرس ناجح، والنجاح بيكون من 60% في المواد مش 50%. عشان تكون كفء في المادة العلمية انت هتكون مدرس. والدراسة في معظم الأقسام بتشمل الجانب العملي والنظري والتطبيقي، وكمان في سنة تالتة ورابعة بتنزل تربية عملي في المدارس، لكن بالنسبة لتربية طفولة فدي بتنزل في خلال الأربع سنين تدريب في حضانات المدارس. جامعة اسكندرية بدأ تنظيم الساعات المعتمدة، والنظام دوت جديد. لو انت عايز تعرف كل حاجة عن النظام وازاي تحسب الجي بي اي بتاعك وتنتقل للمراحل وازاي تستفيد من النظام ده، تقدر تكتب لي في الكومنتس واحنا هنعمل لك فيديو مخصوص قريب ان شاء الله عن النظام ده. طيب ممكن اعرف ايه هي مجالات العمل المتاحة لخريج كلية التربية؟ لو انت خريج الاقسام العلمية هتحصل على شهادة بكالوريوس العلوم والتربية، ولو انت خريج الاقسام الادبية هتحصل على ليسانس الاداب والتربية. مجالات العمل كتير طبعا، تقدر تعمل في المدارس الحكومية او الخاصة، او تبحث في مواقع التوظيف على وظائف للعمل كمدرس في الدول العربية. كمان خريج الاقسام الخاصة ليهم فرصة عمل جيدة في مدارس الانترناشنال، ولو انت خريج اقسام اللغات تقدر تشتغل في مراكز الترجمة او تعليم اللغات، او كمان تقدر تدي دروس اونلاين. في حاجة حابة تضيفيها؟ ايوه، لو انت فكر انك هتشتغل كمدرس عشان بس تدي دروس خصوصية وتلعب بالفلوس لعب، لا، احب اقولك راجع قرارك. انت هتشتغل مدرس يعني في مجال التربية والتعليم، يعني انت المسؤول عن بناء شخصية وعقول الطلبة. يعني مثلا خطأ الدكتور هيروح فين؟ هيتدفن. طب خطأ المهندس؟ عمارة تتهد. لكن خطأ المدرس هي أشخاص وطباع عايشة معانا. وياريت تشاركونا في التعليقات موقفكم مع المدرسين اللي أثروا فيكم سواء بالسلب أو الإيجاب، ودي ممكن نجمعها في فيديو تاني نحكي مواقفكم ومواقفنا الكتير، حتى كمان مواقف اللي في التربية العامة. كمان مفيش حاجة اسمها كلية قمة وكلية قاع، أنت اللي بتصنع قمتك بنفسك. كمان الكلية مش هي نهاية المطاف، هي بس بتوجهك أنت هتبدأ فين وإزاي، وبتساعدك في تحسين أدائك. كمان خلال الدراسة لازم تنمي مهاراتك زي مهارات اللغة الإنجليزية، وكمان المهارات الأوفيس والكتابة على الوورد والباوربوينت، عشان لما تتخرج تكون جاهز لسوق العمل وما تضيعش سنة من عمرك عشان ترفع من مستواك وتكون متمكن. ده غير ان المهارات دي هتحتاجها خلال الدراسة. لو شايف ان الفيديو ده عجبك واستفدت منه ياريت تدعمه باللايك وتحاول تنشره بين أصدقائك وزمايلك. ولو حابب تشوف جولة عن كلية التربية بكل أدوارها وأقسامها في جامعة اسكندرية هنتظر الفيديو القادم. شكرا لكم.